السلام عليكم، كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين. معكم ابو حسن، بنكمل قصة وورد اوف ووركرافت. بس قبل لا ابدا يا شباب، ترى انا خلاص استلمت تعليقات على موضوع الصلعة. اهلي استلموني ليل نهار، عندي مناعة، اكتب اللي تبيه بالكومنت، خذ راحتك. طيب الموضوع الثاني، اذا تغير عليكم الصوت والشاشة يا شباب، فانا تراي شريت مايك، شوفوا الكراتين، مايك وشاشة جديدة. اذا في مشكله بالصوت، في مشكله بالسايز حق الشاشه، تشوفون ان في اشياء غلط، علموني عشان ارجع للاشياء القديمه. بس اذا كانت تمام ممتاز. طيب وش صار بعد ما انهى سردارس البانثيون؟ هم ذبحهم، ذبح اجسادهم بس ارواحهم لسه عايشه. سردارس لاحظ ان كثير من الديمون اللي معه بعد المعركه ماتوا باسباب سخيفه او اسباب انهم ما يسمعوا الكلام، يعني بالعربي جيش غير منظم. فقال انا لازم ادور لي شعب اقنعه، مو غصب لا، اقنعه انهم يدخلون معي وعلى خططي. فلقى كوكب اسمه أرغوس اللي احنا موجودين فيه نلعب فيه الحين بالوورد اوف ووركرافت باتش 7.3. هذا الكوكب لقى فيه شعب اسمه إليداري، مو هو دريناي لا، إليداري. دريناي شيء ثاني، دريناي هو اسمهم بعد ما انحاشوا فيلن ومجموعته، إليداري هو اسم الشعب كامل. طيب هذول اشكالهم زي ما تشوفون بالشاشة. لقى عليهم ثلاث قادة، بس قبل اتكلم عن ثلاث قادة، هم شعب يحب العلم، يحب السلام، يحبون يطورون نفسهم، يحبون يتواصلون مع الحضارات الثانية. فلقى عليهم ثلاث قادة، القادة ذولي مناصبهم مو على حسب قوتهم ولا على حسب ان هذه سلالتي، هذه قبيلتي او هذه عشيرتي، لا مو هذا الموضوع. الموضوع ان هذول الثلاثة هم اعلم الموجودين، يعني اكثر علم، ولهم ستايل معين او طريقه معينه في الكلام، في حل الالغاز. فهذول الثلاثه هم اللي اختاروهم شعبهم، وكل واحد منهم صار له اتباع لانه يتبعونه على حسب فكره تفكيره. منهم اول واحد نتكلم عنه اللي هو كل جيدن. كل جيدن هو اعظم واحد فيهم وانبل واحد فيهم واكثر اتباع. كل جيدن كان يفكك الاسرار، يعني يحل اسرار العوالم، يعني شلون بدا العالم، من وين جاء النور، من وين جاء نارو. الشعب إليداري ذول يا شباب يعرفون النارو، قد قابلوا النارو، والنارو مو بواحد، اكثر من نارو قد قابلوهم. فهذه معلومه جديده ان في اكثر من نارو، واحد اثنين، ان في هذا الشعب كان يتواصل مع النارو. طيب هذا كل جيدن. أركمون كان يخترع الالات، وكان فصيح، وشخصيته وطريقه معاملته خلت الناس كثيرين يحبونه. هذا غير انه مخترع، ويعني يخترع آلات وسوي آلات. اخر واحد واللي هو يحب السلام، والسلام مسمين احد تشامبيون وفيس اللي هو فيلن. فيلن كانت مهمته الاساسيه بين الثلاثه انه اذا صار اي نزاع يفك النزاع. سيرجارس تواصل مع ذا الثلاثه. اوريكم الحين بالفيديو اوريكم الحين بالفيديو وش صار بينهم وارجع نتكلم الموضوع. Pledge the hearts of your people to my cause. I will transform you, granting you knowledge beyond imagining and might beyond measure. Together we will become legion and defeat the hungering void that would consume us all. It is little enough to ask for what he offers us. Such power, and he speaks the truth. I had hoped the others would sense the darkness behind Sargeras' words, but they were blinded by their vanity, their hunger for power. Atamar Crystal soon showed me the horrible truth of what would come to pass if we accepted the Titan's offer. We would be transformed, not into wise leaders, but into hateful monsters. الفيديو هذا يا شباب يعني اختصر لنا الجزء اللي بتكلم عنه الحين اللي هو اسمه The Born Crusade. التايتل طلع على شكل نور وكأنه معه أركين وخ الشكل اللي شفتوه بالفيديو، لانه يبغى يقنع الشعب، يوريهم انه لايت واركين يقويهم، لانه فاهم
تفجير الشعب هذا. واحد اثنين كل جيد وأركم على طوافة جو. ثلاثة فيلن راح الجوهرة، الجوهرة هذه اسمها ايشين ارتفاكت جيفت. الجوهرة هذه يا شباب عطوها النارو الأجداد فيلن، فالنارو طبعا هو اللي أرسل له الصورة الفيلن وشافها انه ترى سرجارس يكذب عليكم. راح فيلن يتكلم مع كل جيد وأركمون، بس في شيء مهم لازم تعرفونه، ترى فيلن وكل جيد يا شباب مرة أصدقاء، يعني مرة أخويا. فأول ما جاءوا يتكلم معهم، وخلني أقول لكم شيء بعد، ترى أكثر أتباع كل جيدن، بعدها أركمون، بعدها فيلن. فراح يتكلم معهم يحذرهم إن كل جيد يكذب علينا وإن كذاب وإن الصورة الحديدية كذا وجتني رؤية. كل جيد وأركمون يعني بدوا يحاجون أفكار كلام فيلن. أول حجة قالوها له إنه أنت من متى يجيك رؤى أصلا؟ لأن فيلن ما صار بروفيت بدل الوقت، ما يسمى بروفيت. فقالوا له من وين يجيك رؤى أصلا؟ هو متى سمي فيلن بروفيت؟ بعد الحادثة وبعد من أتباعه. فقالوا له شيء ثاني، نصدق أنت ولا نصدق التايتن؟ أكيد نصدق التايتن، التايتن ليش يكذب؟ أكثر يقدر يذبحنا. فأغواهم يعني سيرجارس أغوى كل جيد والأركمو بالطاقة، فما اسمعوا الفيلن وبدأ النقاش يزيد، فبدأوا يهددون فيلن. فخاف فيلن انه ينقتل هو وأسرته وعائلته يعني وعياله. فوش صوى؟ زعل، قال شلون وش بصوي؟ ما يقدر يسوي شيء، يعني قعد يعني يحاول يفكر بس ما قدر. بالاخير جاء حزن وكآبة. جاء مين؟ جاء واحد من نارو، النارو الموجود بعد واحد من الفيديوهات اللي بسلسلة الكوست الموجودة بأوردس، اسمه كيور او كور سيزي كذا. النارو هذا قال الفيلن جيب اللي تثق منهم، جيب من اتباعك اللي تثق منهم، لا تجيب كل اتباعك اللي تثق منهم. طبعا ليش؟ لان صارت في خيانات باتباع فيلن، فراح حاول يجيب فيلن اكثر اتباع وصارت خيارات وخسر عائلته. بس ما نذكر هذا الجزء، انا عارف المعلومة، بس خلنا نقول انه جاب اتباع الاوفية وركبوا سفينة انذكرت بالكتاب هنا اسمها وش اسمها جيندار ونحاشوا طلعوا من أورغست. طبعا يوم جسر جارس انهبل، كل جيدن زعل، أركمون بعد زعل، بس كل جيدن اكثر واحد زعل، ويعني توعد انه يصطاد فيلن وشعبه حتى لو وش يصير لانه خانهم. كل جيدن قال فيلن خاننا. طبعا سيرجارس بعد، بس سيرجارس هو كان يعني ما عنده يعني يقول خلاص مين مش بعطيكم الفيل، فعطاهم الفيل وعطاهم حولهم، تحولوا كلهم. لا تعتقدوا انهم تغيروا، هم اصلا قبلوا الفكرة، قبلوها بعد. ويوم جاهم الفيل يعني راح منهم اللايت، راحت منهم الطيبة، صاروا يعني زي الديمون العربي. فكل جيدن كان فيه سيرجارس كان فيه شك بسيط من كل جيدن أركمون، قال خلني أعطي الفل للشعب كله، أحول الشعب كله ديمون، أشوف يمكن يطلعون ناس أقوى من كل جيد وأركمون. طلعت نظريته غلط، كل جيد وأركمون غيروا جيش الديمون 180%. كل جيد بدأ يضبط يحط قادة ونظام وصار قوي، صار هو القائد الأعلى. أركمون حول الآلات وجند جنود جداد وغير بعض المهام. يعني تعرفوا ترى كان قبل كل جيد وأركمون وشعبهم، ترى كان أقوى الديمون اللي هم البيت لورد والديد لورد، هذه صورهم. لا الحين كل جيد وأركمون أضافوا إضافة غير طبيعية، جاب كل جيد جنود جداد، أركمون دخل آلات. شفت البيت لورد والديد لورد هذولي؟ كل جيد وأركمون خلاهم زي ما تقولون كذا حرس، ما ينفعون، حتى سيرجارس يدري إنه ما ينفعون يصير قادة. طيب فاللي لاحظه سيرجارس بعد ما حول كل جيدن وأركمون معه لليجن، لاحظ انه يجتاح دبل ادبال الكواكب اللي كان يجتاحها اول. وهذه نهاية الجزء هذا اللي هو بورن كرسيد. والحين ننتقل كذا، نروح كذا نعكس القصة ونروح وين راحت ارواح الباثيون. وهذا العنوان للجزء اللي اسمه لوكن بتريل، اللي خيانة لوكن. وهذا يعني شيء انا ما توقعته بالقصة، بس يعني حلو القصة اللي نكملها الحين. طيب وش صار بروح الباثيون؟ رونن اللي هو التايتن يوم مسك روحه وروح التايتن وارسلها للجريت دارك بيون، ارسلها بالتحديد الازرف،
عند مين؟ عند الكيبرز اللي هم صوّاهم اللي صوّاهم. فزادت أرواح البانثيون دي على 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 الكيبرز حسب اللي صوّاه من البانثيون، يعني حسب البانثيون اللي صوّى الكيبرز. يعني اللي صوّى أوديان هو أمنثور، فزادت روح أمنثور على أوديان زي كذا. فنزلت أرواح البانثيون على الكيبرز. الكيبرز طبعا جتهم دخلت أرواح البانثيون بالكيبرز، حسوا بشيء غريب وصاروا يشوفون رؤى وأحلام عن عوالم وحضارات وكواكب وأحداث هم ما عاشوها ولا شافوها. فمنون فاجتمعوا الكيبرز فلاحظوا أنه كلهم إلا واحد ما جاء، لاحظوا كلهم أنهم نفس عندهم نفس الشيء. ري وين يا شباب؟ قد واحد من الفيديوهات اللي راحت بعد المعركة اللي صارت بين أول جاد والكيبرز أن ري اختفى بعد مهم بعد ما بدأ الآلة الثانية اللي بأولدم بعد ما بدأ الآلة الثانية بأولدم اختفى ري، ما حد يدري وينه. فري ما اجتمع، اجتمعوا قالوا خلاص خلنا نرسل رسائل للبانثيون وننتظر ردهم. أرواح البانثيون الجوال ده يخرب دائما. أرواح البانثيون طبعا دوا أجسادهم، هم ما يحس ما يدرون عن الشيء، والبانثيون ما يقدر يسطرون على أجساد التايتن على أجساد الكيبرز. عصب هذا واحد. اثنين خرجوا بعد ما بدأوا يرسوا رسائل للكيبرز البانثيون ويقولوا يعني ينتظرون رد. لاحظوا مدة طويلة ما جاء رد نهائيا، فزعلوا الكيبرز وحسوا في شيء غلط، فبدأ يجيهم حزن وكؤب كآبة. خلنا كآبة، أنا جايب الدوام وتعبان بس أوكي كآبة. فأكثر واحد كآبة كان منه لوكين، وهنا بتبدأ الجزء هذا عن خيانة ذا الكيبر لوكين. يوكسون الأول جاد المحجوز بأول دار لاحظ أن الكيبر صار فيهم ذبذبة وأن في مشكلة صارت بينهم، بس ولاحظ بعض ان اكثر واحد فيهم كآبة وحزن وزعل لوكين، فبدأ يرسل له احلام وساويس. فلوكين طبعا هو كيبر لسه ما خسر كل شيء، فبدأ يرد الاحلام والكوابيس مع مين؟ يروح يفضفض عند واحدة اسمها سيف، مع واحدة اسمها سيف. هذه التايتن فورج هي بكيبر، هي تايتن فورج هذه وش مشكلتها؟ انها تراها زوجة اخوه اللي هو ثورم. ثورم ولوكين اخوان، ثورم له زوجة اسمها سيف. لوكين كان يروح يفضفض لها عن احلامه وعن المشاكل فيه فكانت تساعده. فلاحظ حتى يوبسون لاحظ الشيء انه بدأ الحب بين ذول الاثنين يزيد، بدأوا يحبون بعض كل ما تقابلوا وكل ما زاد حبهم، وبدأوا يتقابلوا بشكل دوري. فوش سوى؟ صار يخفف صار يخفف في الأحلام، يعني إن خطتكم أنكم تتقابلوا أن تنجحت أنكم تخففون ذا الأحلام، وصار يزيد لها أحلام الحب وما الحب والغرام يعني. فحبها لوكن، فجاء مرة قال لها عن شعوره أنه يحبها وكذا، فهي درت أنها هي تحبه، صارت تحبه، درت انها اذا خانت اخوه انه بيصير بينهم معارك وحروب وان وحدة الكيبرز تتفكك، لان كل واحد منهم له سبب. فكيبرز بيجون مع ثورم وكيبرز بيجون مع لوكين. فوش قالت؟ هي قالت اقطعت كل العلاقات، بنقطع كل العلاقات بيني وبينك، لا تكلمني ولا اكلمك ولا اقابلك ولا تقابلني. في هذه اللحظة تدخل يوكسون الأول جاد وعطى على طول لوكين بعض الوساوس وبعض الطاقة، يعني استغرق يوكسون عطاه أرسل لك كل الطاقة، بس جت شوي طاقة يوكسون له فعلى طول ذبحها ماتت. يوم ماتت طبعا هو بعد ما ماتت خلاص راحت الطاقة وراحت الوساوس، درى انه صوى مصيبة كبيرة لوكين وان اخوه ثورم مو برحمة. فوش صوى راح شال جسدها، جسد سيفا، وراح حطها بكهف وصار يجي كم مرة يروح ويجي على جثتها. فجاء مرة لقى روحها طلعت قدامه، هذه سيفا، لاحظ وقالت أنا سامحتك ولا تعلم أخوك، روح قل له إن اللي قتلني
ملك الجاينت اللي ايس جاينت العمالقة اللي موجودين بستون بيك، ولا تفكك وحدة الكيبرز، وانا سامحتك على اللي صار. طبعا لوكن حس في شيء غريب بالموضوع يعني، بس قال ما عاد اني انا ذبحتها خلني اسوي ذا الخدمة لها. فراح قال لثورن، قال له ان مرتك انقتلت واللي قتلها ملك العمالقة اللي موجود بستون بيك. فجاء ثورن جاء مثل مسك كل جنوده تايتن فورج وهجموا على ملك العمالقة وذبحوه. فبدأوا العمالقة ماسكتهم بدت معارك بينهم. لوكن بدأ يزور الجثة هذه كل شوي وتطلع له الروح وتعطيه مهام، صو كذا عدل كذا صو هذا الشيء. آخر مهمة عطته إياه قالت له روح قل للثورم. طبعا ثورم وش منصبه؟ هو القائد على The Forge of Wells اللي تصنع التايتن فورج، الآلة الموجودة بأولدار اللي تصنع التايتن فورج. فقالت له قل هذا الكلام إني أنا زعلان عليه وإنه يحارب ذبح العمالقة بدون سبب، وأنا ما طلبت إنه يذبح العمالقة وكذا. فراح بدأ هاوشة ويعاتبه ويقول لهم مرتك لو تدري لو كانت عايشة ودارت زعلت عليك. المهم صار يعني جاء حزن طبيعي، يعني ثلاث أحزان. البعث يوم ما يردون، مرتها انقتلت وأخوه بدأ يعاتبه فاعتزل. يا خلاص انا بأترك البانثيون وبأترككم انتم الكيبر وبروح اجلس لي ببرج الحالي ولا احد يجيني ولا شيء. فجاء لوكن خذ منصب ثورم بالفورج اوف ويلز. طلعت له الروح مره ثانيه، روح سيفا، وقالت له انا عندي لك خطه انك تصنع اقوى من التايتن فورج اللي كان يصنعهم اخوك، وعطتها اشياء انه يسويها بالتايتن فورج. فصوى تايتن فورج أقوى من التايتن فورج اللي كان يسويها ثورم، وهزم فيهم العمالقة كلهم ذبحهم. فمرة لوكن وهو يمشي بأحد الأسياب فورج أوف ويلز لاحظ شيء غريب بالتايتن فورج، لاحظ في دارك إنرجي وفويد ببعض الجنود. فاستغرب من وين جاء ذا الفويد، من وين جاء ذا الدارك إنرجي. راح يستدعي روح سيفا، لقاها ما تجاوب عليه. حاول أكثر مرة يستدعيها ما في. طبعا هو جاته الحين وش اللي كان يصير؟ رجل طلع يوكسون الأول جاد هو اللي مصلع ذا الروح، هو الروح هذا هو يوكسون أصلا الأول جاد. والتعديل اللي صواه بالتايتل فورج عطاهم لعنة مصويها يوكسون اسمها The Curse of Flesh، يعني يحول يعني زي تقول هو يخلي يخلي تايتن فورج اللي هم اصلا مصنوعين من حصى وخلنا نقول من الماتيريالز يعني يتحولون لحم وعظم، بس مع مده طويله يعني مو بسرعه، وتعطيهم الدارك انرجي. يعني بالعربي لاحظ لوكن انه صوى مو مصيبه الا شيء ما احد يقبله من تايتن فورج ولا الكيبرز. ولقى بس هو لقى لاحظ عددهم قليل يعني، وهو لسه مسجون يوكسون ما طلع. وبدأ يتغير، هو بدأ يتغير لوكن. فقال أنا لازم أخفي كل الأدلة على أني أنا صويت ذا الشيء بالتاتفورج، لازم أخفي كل الأدلة. وشلون؟ لازم أنهي كل الكيبرز، أقتلهم. ليش فكر كذا لوكن؟ ليش يفكر بهذه الطريقة؟ لأنه يعتقد أن إذا جو البانثيون رجعوا البانثيون وما يدري أنهم أرواحهم زادت فيهم، ما يدري إلا واحد اثنين فيهم يدرون، بس خلنا نزل. يقول إذا نزلوا البانثيون ما يبقى لنا، وبقول لهم أنهم انقتلوا بالمعارك وأني أنا مسكت الموضوع، يعني يخفي كل الأدلة على جريمته. فقال والتايتن فوج الحين اللي أعطاني طاقتهم يوكسون أقوى بكثير من التايتن فورج اللي مع الكيبرز الباقي. فبدأ يخطط أنه ينهي الكيبرز كلهم الباقي، وما يقدر يبدأ إلا بالرأس. من هو رأس الكيبرز؟ أوديان تعرفون إنه صار في The Halls of Valor. طبعاً لأنه الجزء اللي إحنا فيه اسمه The Ceiling of the Halls of Valor اللي هو يسكر عليه أو الحجر أو التستير عليه. فيوكسون آسف لوكن أنا وش فيني لوكن جاء قال أوديان بالهولز اوف فولر معه جنود أقوى من جنودي،
وعنده ميزة بتنفيني أنا وجنودي، اللي هو الشيء إنه إذا ماتوا جنوده يقدر يرجعهم. وهذا تكلمت فيه بالجزء حق The Halls of Valor اللي سواه أودين. ففكر لقى هيليا. هيليا طبعا هي موجودة بالشادو لاندز، لها سنين تتمنى أمنية واحدة بس، إنها تنتقم من أودين اللي سوا فيها. فراح لها لوكن، قال لها لوكن اسمي أنا بفك قيودك، بس أبي من شيء واحد، إني طلعتك أنا إنك تطلعي تحجرين العالم هذا هولز أوف فالور اللي سواه أودين، تحجرينه ما يقدروا يطلعوا منه وتسكر عليه. قالت لها أصلا أنت إذا قالت أصلا ما بحتاج تسأل، أنت بس طلعني وأنا خلني أتفاهم مع أودين، أنا بأوريك شكل نظيف ما يخش المية يا باشا، خلني أطلع بس. ففك قيود هيليا. فأول ما طلعت هيليا على أزروث وش سوت؟ جمعت طاقة الأركين من التايتن. طلعت هيليا حتى يوم غيرها أودين طلع فيها، فهمت بعض الأشياء، سحبت طاقة الأركين من التايتن حق أزروث، سحبت بعض الطاقة الموجودة في أزروث وصوت إنشانت أو خلنا نقول سحر، وحجرت فيه The Halls of Valor. السحر هذا ما حد يعرف تركيبته، ما حد يعرف نوعه، ما حد يعرف شلون جمعته هيليا. فحجرت أودين وأتباعه جوا Halls of Valor. فحاول أودين وأتباعه بالسحر بالضرب بالقوة يفكرون ذا الإنشانت، ما نفع. حاول يفكرون ذا السحر ما نفع، فانحجر أودين كرسية جوا Halls of Valor. طبعا لوكين تخلص من الرأس أكبر واحد، فراح وتركها هيليا خلاص، يعني ما خلاص هو كان آلاف من السنين بس تبغى ذا الانتقام. فوش صوت؟ راحت بوسط المحيط، طبعا أزروث كانت كوكب واحد، قارة واحدة بذلك الوقت، راحت بوسط المحيط وصوت لها عالم سمته يا شباب هيليوم أو شيء زي كذا. عالم هذا حقها ما يجيه النور، كله عصير وغيوم والبحر مضطرب، وعاشت هناك وجابت معها بعض الفالكير اللي تبعوها، لأن بعض الفالكير ما تبعوها انحاش بالشادو لاندز، وأمرت الفالكير دولي أنهم يسوون شيء، أرواح الأبطال حقين أودين اللي موجودة بالشادو لاندز يجيبونها لعالمها وتكون كائنات جديدة. خلني أجيب لكم اسم الكائنات يا شباب، اسمها كليفارد، كليفارد أو شيء زي كذا. هذه صورهم يا شباب، هذا الكائنات بحط لكم صورتين عشان تقارنون بجود أودين وجود هيليا بعد ما صار تغيير. طيب والحين انتهينا من أودين، انتهى لوكم من أودين. بعد ما انتهى لوكم من أودين قال يلا ببدأ بالباقيين بخلص عليهم. وهذا الجزء بتكلم فيه اللي هو اسمه The Fall of the Keepers، نهاية الكيبرز بالعربي أو سقوط الكيبرز.